لحقي فاطمة على بيت أهلي. شفت؟ طول ما عم يقول إنه ابن فاطمة هو. صدقوني عمار لساته حاطط فاطمة برأسه. طبنجة؟ شو دخل طبنجة؟ شو دخل طبنجة؟ خالتي خوفتيني منه. استعد هلا قلت له ماني سائل عن شيء حتى لو كان خالي. منيرة والله يلي شايفته انك مو قادرة تنسى شو كان بينك وبين فاطمة. شو الرجال اللي جوزتوني؟ لا بيعرف لا حلال ولا حرام. اذا كان الي نصيبي برجعتي لبيت عمي ابو سمير رح بتضل مخافة رب العالمين بين عيوني. منك انتي انت الغلط مو انا. ابي كان بعيد عني بسببك. الله بيشهد عليك. لا تحلف. اخوك عادل خبص بنحكي مع ابي ومشي الحال، بس ورب العزه اذا بيفتح تمه مره تانية هون ولا هون ما يلوم الا حاله.